إسحاق ويعقوب عليهما السلام. مضت سنوات عديدة على ولادة إسماعيل عليه السلام، وكانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام هي التي أشارت عليه أن يذهب بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكان بعيد كي لا تراهما عينها بدافع من الغيرة الأنثوية. وفي ذات يوم نزل ببيت إبراهيم عليه السلام ضيوف قادمون، وكان بيته يقصده الزائرين والمسافرين. فسعى إبراهيم عليه السلام لإكرامهم، فذبح لهم عجلا احتفاء بهم، وعندما قدم لهم الطعام لم تمتد أيدي الضيوف إلى الطعام، فاضطرب إبراهيم لما رأى إعراضهم عن الطعام وسألهم: لما لا تأكلون؟ فأخبروه أنهم من الملائكة، والملائكة لا تأكل ولا تشرب، وقد أرسلوا في مهمتين: الأولى تدمير قوم لوط لأنهم قوم فاسقون، والثانية تبشير إبراهيم عليه السلام بأن الله سيرزقه بولد من زوجته سارة. كانت سارة تقف في مكان قريب فسمعت ما قاله الضيوف، ففرحت فرحا عظيما وضربت جبهتها تعجبا وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ فقال لها الملائكة: إن الله أراد ذلك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. حملت سارة طفلا وكانت قد أصبحت عجوزا، ولما حان موعد ولادتها ولدت ذكرا فأسموه إسحاق. بشرى بشرى، لقد ولدت سارة طفلا أسمه إبراهيم باسم إسحاق. بعد أن أصبح إسحاق شابا قام بزيارة إلى بابل في العراق، موطن أبيه الأول، وهناك تزوج بإحدى قريباته، ثم عاد بها إلى فلسطين. حمل إسحاق أعباء النبوة والدعوة إلى الله بعد أبيه إبراهيم عليه السلام. إن إسحاق يدعون دائما لعبادة الله خالق كل شيء. أجل، فهو الواحد الأحد خالق كل شيء. فقام بواجبات الأمر بالحق تجاه قومه والسير بهم إلى صراط مستقيم. لم تنتقل النبوة من إبراهيم إلى إسحاق عليهما السلام بحكم الإرث أو الوصية، لكن الله أراد ذلك، وقد كان إسحاق حاملا لرسالة الله أمينا عليها، وقد كان ذلك في منطقة فلسطين وما حولها، كما أن إسماعيل كان يقوم بنفس المهمة في أرض الحجاز ويرسي قواعد التوحيد ومكارم الأخلاق بين الناس. وهكذا حمل أبناء إبراهيم عليه السلام رسالة أبيهم بأمانة وصدق وإخلاص. وضعت زوجة إسحاق توأمين ذكرين هما عيسى ويعقوب، ويعقوب هو إسرائيل
أي عبد الله والد الأصباط الاثني عشر الذين تفرع منهم بنو إسرائيل. عندما كبر إسحاق وشاخ وقارب أن يفارق الدنيا، دعا الله سبحانه وتعالى أن يعهد إلى يعقوب الذي كان موضع اهتمام الوالدين ومحل رعايتهما بأعباء النبوة، فقد كان مؤهلا أن يحمل أعباء تلك الأمانة ويجاهد في سبيلها. ارتحل يعقوب إلى العراق ونزل في ضيافة أحد أخواله، وكان لهذا الخال ابنتان، بنت تدعى ليئة والأخرى تدعى راحيل. وأعجب يعقوب براحيل وأحبها ورغب في أن يتزوجها، لكن خاله زوجه من ليئة وولدت له أكثر أبنائه، ولكنه كان لا يزال يحب راحيل ويتمناها. فعرض الأمر على خاله فوافق أن يزوجها له بشرط أن يعمل عنده فترة من الزمن. حسنا يا ابن أختي، سأزوجك ابنتي الثانية، ولكن يجب أن تعمل عندي فترة أخرى، وعندما تنتهي المدة سأزوجك ابنتي راحيل. فإذا انتهت المدة زوجه من راحيل، فوافق يعقوب وخدم خاله بأمانة وإخلاص. فلما أتم المدة حمل معه زوجته الجديدة وكذلك زوجته ليئة وأبناءه منها، وعاد الجميع إلى فلسطين. تم ليعقوب عليه السلام من البنين 12 ولدا، كلهم من الذكور، ليس بينهم أنثى واحدة، 10 من ليئة واثنان من راحيل هما يوسف وبنيامين. وبعد مدة من الزمن ماتت راحيل، فحزن يعقوب لموتها حزنا شديدا. وكان طفلها الصغير بنيامين لا يزال رضيعا، وقد تولت ليئة تربيته وعطفت عليه كما أحبت أخيه يوسف حبا كبيرا. كان يوسف عليه السلام أحب أبناء يعقوب إلى نفسه وأقربهم إلى قلبه. إن يعقوب يحب ابنه يوسف كثيرا كما كان يحب أمه راحيل. فقد كان يذكره بأمه راحيل كما كان طائعا لوالده، وكان رضي الخلق هادئ النفس كثير العبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون